مشاهدينا الكرام، ما هي الطريقة المثلى لترتيب ديكور الحديقة ولتزيينها؟ نتعرف على ذلك مع مهندسة الديكور ياسمين شاهين. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير ياسمين. الحمد لله، صباح الخير ياسمين. في ناس بيهتموا وناس ما بيهتموا بالحديقة، بس مؤخرا أحد المحطات الإذاعية عملوا مسابقة لأحلى حديقة منزل من الخارج وعملوا عليها جائزة. يعني حلو كمان أنه بيشجعوا الناس يهتموا، لازم يهتموا من الخارج مثل ما بيهتموا من الداخل. صحيح، فخبرينا يعني أهم شيء بالحديقة. هو طبعا أهم شيء بالحديقة بيعتمد على شو إحنا بدنا نسوي داخل حديقتنا. وهذا الشيء اللي أنا بركز عليه مع كل إنه الناس اللي بتسأل. أهم شيء إحنا نعرف إحنا بدنا نستخدم الحديقة إحنا لنقعد مثلا الغداء، للفطور، للعشاء. في ناس تحب الشوي، في عنا أطفال بالبيت بدنا نستخدم مثلا الحديقة الخلفية إنه ملعب للأطفال، ولا بدنا إياها بس يكون منظر ديكور. ممكن يكون عنا شباك كتير كبير مثلا بغرفة المعيش بيطلع على الحديقة. فطبقا لهالمعطيات بدنا نحدد كيف بده يكون ديكور حديقتنا. هاي طبعا اول صوره بتجمع انه بيت كتير عملي، عندهم اطفال مبين كتير، وانه عائله عندهم المطبخ في الحديقه. هاي بتكون الشوي، يعني منطقه شوي كبيره لانه بيعزموا ناس كتير. وفي كمان منطقه ديكور بتكون لطيفه جدا انه فيها شويه زريعه مع شلال صغير. طبعا مش كل الحدائق بيحبوا هذا النمط، ولكن احنا بدنا اليوم نحكي شوي على اهم شيء ممكن نحطه بالحدائق. في ناس كثير حديقتهم مش كثير كبيره، بتكون مسميه باك يارد او الفناء الخلفي. اول شيء فينا نعمله بنصح فيه انه لو ما عندناش محل نحط شجر كبير ممكن نستغنى عنه، وهي نصيحه يعني تيب، بشجر اصطناعي. شجرتين اصطناعيتين بكل كورنر، وبالنص بنحط احواض من الزهور الطبيعيه. الاحواض الزهور بتنمو باحواض صغيره. طب ليه اصطناعي؟ اول شيء انه احنا ببلادنا هون المي بتكلف كتير، انه احيانا بيكون في شوب كتير، واحيانا انه بيكون انا مش بحب الخضره، يعني مش بحبها بس اهتمام فيها بيكون مجهد. فممكن يكون اصطناعي بيعطي نفس الشكل وفي نفس الوقت تكلفه وجهد اقل. لكن طبعا لو عندنا حب الزراعه ومكان كافي لتنمو الشجره، طبعا الشجره الكبيره بتحتاج جذور اقوى. صحيح. تحت مساحه مثل هون ممكن نحط في بعض من الاحواض بيكون فيها نوع من الشجر اللي هو متوسط الطول. لو شجره اكبر ممكن تكون بشكل اصطناعي على الاطراف واحواض الزهور حوالينا، ونحط جلسه صغيره انه ممكن نستخدمها انه للفطور الصبح، ممكن للغداء او للشاي. حبيت يعني اللي مختار صراحه هذا كثير الذوق حلو ما بين الكوشنز والورد والورد تبع والسنتر تبع الشاي. هيدا فناء خلفي كثير صغير، واستعدنا عنه بطريقه انه بدل ما يكون عندنا العادي الشمس العادية مع كرسيين أو طاولة كبيرة، كرسيين صغار من البامبو بشكل حلو، طاولة صغيرة والتحت يعني والتحت مش عاليين، مع كرسيين صغار تناسق ما بين حجم لحتى نعطي إحساس أنه كمان أنه الحديقة أكبر مما هي شوي. ياسمين يعني بيتبادر إلي يعني فضل. اللي ما عندوش حديقة وعنده بلكونة كويسة ممكن. أو شباك، وعايز يحس بفكرة الخضرة وفكرة الزهور داخل بيته، يعني عايز يهيئ لنفسه أنه عنده حديقة صغيرة، يتصرف إزاي في البلكونة دي أو في الشباك اللي عنده؟ والله أول شيء أنا بنصح أنه نحط أساس حدائق صغير، ممكن كرسيين صغار مع طاولة صغيرة. ممكن نحط عند الشباك أنه حوض من الزهور. بس بيبقى الخارج يعني نازل مش هشوفه. لا 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 احطه لا 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 للداخل، انه ممكن ليها طريقه بنا صغيره انه طاوله صغيره على السور. واضاءه، يا ريت يكون في اضاءه من لون نيون الابيض الخافت جدا حوالين الشباك. هاي بتعطي خدعه انه ضوء انه نهار كثير وانه احنا في حديقه الى حد ما. حلو. عندي البلكونه حطيت فيها الجدار كل الورق المتسلق الاخضر، فاعطى يعني طبيعه كثير حلو، احساس انه في خضره كثير. هو لا كتير. مجرد مغطي الجدار طبعا لو حديقتنا اكبر شوي فينا نحط مرجوحه. إذا بدنا بكورنر من الكورنرز، أو لو ما بنحبش إنه يكون عندنا طاولة وكرسيين التقليدي، مرجوحة بتكون كتير حلوة، أو هامك. وأنا كتير بحب إنه لو عندنا المساحة يكون في نوع من أنواع الفاونتنز الصغيرة أو النافورة صغيرة كتير. هي أكبر طبعاً، هي كان مشروع أكبر وحواليها أحواض الورد، طبعاً هي بتاخذ مكان أكبر. ممكن نستعيد بالأحواض الورد حواليها، بتدي حياة جميلة والصوت
يعني مهدئ للأعصاب فعلا. وممكن نغطيها بالحجر، ولو ما عندناش ممكن نحط نافوره صغيره حواليها باتس وحواليها لوجين مثل ما كنت عم تقولي انه الاوراق المتسلقه. هي حديقه اكبر شوي. اذا طبعا هنا لاحظت في واحده من الصور انه الوردي مع الاخضر اخذوها من لون الطبيعه وهي فواكه الجحو ولا البطيخ مثلا. فبعض الحين الواحد بيحتار ايش اللون اللي ممكن يختاره الحديقه، فلما بيختار شيء مستوحى من الفاكهه ولا مستوحى من ورد بيعطي فعلا تناسق كثير جميل. كثير جميل. وبس كمان انا بحب انصح انه واحنا عم نختار اساس الحديقه نحاول نطلع حوالينا البيت شو لونه لحتى ما يكون في تضارب كثير، ونحاول نستخدم الالوان الاكثر مثل ما عم تقول على احمر على اصفر على اللون البرتقالي، لانه هي كلها اللي بتتناسب مع اللون الاخضر وبتبرزه اكثر، تبرز اللون الاخضر اكثر زي الزهور. زي الزهور. ياسمين شرفتينا. يعني سهل. يعني احساس الحدائق ده احساس جميل اساسا. ف يعني اجدتي توصيل ده لينا. شكرا. وشكرا يعطيك العافيه. بس قبل ما نروح، بس اخر واحده هذه كثير عجبتني، هي حديقه وكانها بلكونه من فوق. هي بلكونه بلكونه اصلا محطوط فيها 2 شيزلونج. وعلى البرغولا من فوق استخدمنا الزرع المتسلق، فبيعطيك شكل اكبر، وكمان مثل مدفأة صغيره. بس هي طبعا باجواء الاضاءات جميله. الاضاءات جميله جدا، الاضاءات مهمه جدا. ويا ريت لو عندنا بس دقيقه احب يعني حفاظا للبيئه نستخدم اللمبات على الطاقه الشمسيه. احسن فعلا، توفير كمان صديقه للبيئه. يا ريت. اكيد. شكرا لك ياسمين، شرفتينا ياسمين شاهين مهندس ديكور. شكرا جزيلا. شكرا. صباح الخير. صباح النور. مشاهدينا في وقفة